انا الشقا والدراري وتمارا وهادي كنجيب الليل كنطيح كنايا كنهز فينا هو الوقت فينا تم براسي ولا براجلي ولا بدا شي حاجه كتقول لك الدراري تمارا هدتني انا غادي نعطيك واحد النصيحه سمعيها مني مزيان انت باقا صغيره وزوينه وهاد التمارا اللي كتضربي دابا طلعي الزربيه للسطح ثقيله هزي السدادر ثقال سيقي صبني تمشي بالحفات يضربك البرد انا غادي نقول لك واحد القضيه وديريها حلقه في ودنك ما حد باقي ما مشاش الحال نهار تمشي لك الصحه وتطيحي في الفراش راه ما غادي يعقل عليك حتى واحد راه حتى راجلك ما غاديش يعقل عليك غادي يجي للدار غادي يدخل غادي يلقاك ناعسه مريضه مهلوكه غادي يبقى لك بنقير ويلا ما نقرش عليك وكان ولد الناس ويقدر يجيب لك الدواء ويتهلا فيك ويديك للسبيطار ولا هذا ولكن كتبقي انت واحد الانسانه بدون قوه ناعسه في الناموسيه وكتشربي في الدواء ديال الروماتيز ولا ديال السكر ولا ديال ما عرفت شنو هو كوني اكيده وعلى يقين واخا يكون كيبغيك ومهلي فيك وشاري لك الدواء هذا انت ناعسه في الفراش طايحه صحتك مهدوده مشات غادي يشوف شي وحده اخرى يقدر ما يتزوجش عليك ولكن كوني اكيده و100% غادي يخونك غادي يشوف بنت اخرى اللي خرج معاها وينسى الهم وهو جالس مع هذيك البنت في القهوه يبقى يقول لها واه المراه عندي عيات وطاحت صافي مردات وانا كندخل ليك الدار دايره بحال السبيطار وكندخل كنلقى غير الدواء وطاويه الملال وطاقه سلبيه في الدار تخيلي معايا هادشي لا قدر الله يوقع لك وهادشي لو وقع فراه بسببك انا غادي نقول لك واحد القضيه اهتمي بولادك وتهلاي فيهم ولكن الولاد راه غادي يوصلوا لواحد المرحله عمريه من حياتهم غادي يقدوا براسهم غادي يخليوك وغادي يهتموا براسهم ويقدوا براسهم ولكن ديك الساعه غتكون صحتك انتي مشات غتكوني ضيعتي اللحظه اللي كان ممكن تعيشيها وتهلاي في راسك تكوني ضيعتيهم يجي واحد الوقت بسرعه غتلقاي في عمرك 60 70 عام غتقولي لي ايوا المهم انا راه صافي ولادي هما الاهم انا فنيت صحتي عليهم وكذا وصافي الله يجعل البركه لا في الزمن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الرسول لواحد الجامع لقى واحد السيد كيصلي نهار وليل ما تيدير والو من غير الصلاه كيصلي الصباح والعشيه والليل والتراويح وبزاف ديال ديما الصلاه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كدير قال له انا كنصلي انا كنعبد الله قال له واش كدير شي حاجه اخرى من غير هكا قال لي لا انا غير كنصلي صافي شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا غلط كبير ان لجسدك عليك حق ما معنى ان لجسدك عليك حق ماشي غير في الراحه في الراحه وفي الاهتمام تهلا في صحتك تحافظ عليها بزاف ديال الحوايج النصيحه ديالي لكم ما تهديش الصحه ديالك ان غيجي واحد النهار غتشدي الفراش وخنشه ديال الدواء وحدك وغتندمي ندم كثير وسيري هزي الزربيه ثقيله على كتافك طلعيها للسطح سيري هزي السدادر ثقال طلعيهم للسطح شنو كيدير هو علاش ما يهاونكش هو نصيحه مني الا تهدت لك الصحه ديالك راه ما يعقلش عليك راجلك ولو يكون تيبغيك دابا واخا تمرضي وتطيحي في الراش ويكون كيبغيك ولكن غيبينو بين راسو يبقى يقول شنو دابا انا واش نبقى هكا والمراه عندي طايحه وانا باقي بصحتي وخصني نعيش وخصني نضحك وخصني نخرج وخصني هادي الله يرضي عليك ديها في راسك ديها في جمالك ديها في انوثة ديالك وليداتك الله يخليهم لك ايه هما كل حياتك ولكن تذكري الكلمه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم حنا ما كنمشيوش لحاجه وحده ونبقاو شادين فيها نبقاو شادين في الصلاه بوحدها نبقاو شادين في الاولاد بوحدهم نبقاو شادين في شي حاجه معينه ونبقاو غير نديروها هي لا ان لجسدك عليك حق تهلاي في راسك تهلاي في الانوثة ديالك تهلاي في جمالك تهلاي في شعرك مره صبغيه بدلي ليه اللون واخا راجلك ما يلاحظش انك درتي مكياج ولا قطعتي شعرك ولا بدلتي ليه اللون اهتمي براسك من اجل راسك توقفي قدام المرايه وتشوفي في راسك زوينه وغزاله وتقولي على راسك انا زوينه وتكوني من الداخل ديالك مرتاحه وحاسه بواحد الطاقه ايجابيه هذه حاجه زوينه حيت بزاف د العيالات كيرتكبوا غلط كيقول لك تقول لك راجلي ما تيديهاش في الجمال ديالي واخا هي ما نتقاد انت مالك تقدي لنفسك كيما قلت لك نهار على نهار نهار على نهار نهار على نهار غادي يشوفك غزاله وزوينه ومهليه في راسك بزمنه غادي يبدا يلاحظ المهم الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم ما تهدوش الصحه ديالكم لانك الا فقدتي الصحه ونعستي في الدار كيبقى لا راجل لا ولاد لا حياه لا حتى حاجه ما حدك صغيره اهتمي براسك اهتمي بصحتك وبعدي من تمارا والشقره ما غادي يفيدوك في والو راه غادي تهدي غير صحتك وحاجه اخرى الا اهتميتي براسك تهليتي في راسك مزيان ما عمرك تهتمي بالعمر
قولي انا عندي 45 ولا 30 ولا 35 ولا 50، اهتمي براسك. انت شوفي لطيفه رأفت عندها 64 سنه، هذه سنه اقريو مغربيه، تي عندها 54 سنه. سميره سعيد حتى هي عندها 67 سنه او 66 سنه، نقدر نكون غلطت في الرقم ولكن المهم هما في الستينات وفي الخمسينات. شفت تبارك الله كيفاش تيبانوا. غتقولي لي هما عندهم الامكانيات والفلوس؟ لا، تبع غير نظام غذائي زويون، يومين في السيمانه تخرجي تجري حدا البحر وهانتي بخير، هانتي زويونه وغزيوله، وتهمي براسك وضحكي ونشطي وفرحي ونسي الهم، وغتبقاي ديما غزاله وزويونه. كنتمنى لكم حياه سعيده وتهلاو في راسكم.